كنا واقفين عند البوينت دي امبارح، هي بس كانت المشكله الدومينز بس او النتورك بتوين ماشينز كان فيها مشكله. انا بس كل عملت تورن اف الماشين كلها ورجعت عملت لها جين في الدومين تاني، راح جاي شغال. بس استخدمت على الستيب الخاصه بالاليس تمام، لان كانت تاخد مني وقت، فقلت هنا في الجزئيه دي هي نفس الكونسيبت، بس انا اعتقد اني اشتغلت معاكم ايه امبارح تمام. انا كل حاجه وقفنا كلنا على الخطوه دي تمام. انا كل حاجه انا هدخل بس كومبلكس باسورد وخلاص الخاصه بالفورم لما نكست. مش احنا وقفنا على امبارح على الخطوه دي تمام وعملنا نكست، فدي المشكله دي ده هيبدا يطلبها لو انا هبدا اغير اي حاجه في التوست الفورم. يعني مثلا كونكت سيرفر جديد ما يخص الفارم من بره زي سيرفرز جديده كونفيجريشن خاصه بالفارم هيطلب مني الباسورد دي، فدي مهمه ان انا برضو اكون حافظ. ما هو اس بي فارم اوريدي معموله، ما هو دي بتتم مور سكيورتي اكتر عامه يعني تمام، عشان يضمن بس سكيور اكتر ليه محدش يقدر يغير في الفارم دي. فانا هكتب باسورد كومبلكس طبعا. انا اقدر انا كنتورك احدد ايا كان البورت اللي انا شغال عليه، يمكن مايكروسوفت يعني كاوفيشال كورس تقول انا اخلي النمبر بتاعك هو بتوين الرقم ليه اللي احنا شايفينه 1 و 6000 او 65535 تمام. هما بس في الاوفيشال كورس عاملين البورت 5000 الباسورد بس باسورد كومبلكس. احنا بس لو فتحنا عشان نبقى ماشيين مع الاوفيشال عندنا، لو شفنا رقم 5 بس شوف البورت اللي هم مستخدمينه مش اكتر او 50000، هنستخدم البورت اللي هم مستخدمينه ايه 50000 ده تمام كده. طيب فانا هكتب البورت بتاعي سبيسيفيك بورت 50000. في حاجات شوية استخدمها في الاثنتيكيشن زي السكيورتي والاثنتيكيشن زي لما باجي ابعت مثلا داتا ديورنج نتورك، ففي تو كده تو بروتوكولز او تو ابروتش انا بستخدمهم علشان اقدر بس اعمل ايه سكيورتي للداتا اللي هتتبعت. فانا عندي حاجة اسمها انتل ام وعندي حاجة اسمها كيروس. كريكومندد انتل ام اخف كتير، يعني اخف كتير من كيربس. كيربس دي محتاجه حد يعمل لها كونفيجريشن نتورك وفي الاخر، بس هي تقيله شويه فافضل منها شويه في عمليه ان هي خفيفه شويه. بس لو هتقولي الافضل هقول لك الافضل كيربس ان هي مور سكيور اكتر تمام، بس الاخف منها الانتل ام. فانا محتاج حاجه تكون هيوج شويه تشغل لي الكيربس تمام، ومحتاجه برضه كونفيجريشن كتير من حاجات خاصه بنتورك عشان اقدر اشتغل ايه كيربس. بس ما هي ليها علاقه بالاثنتيكيشن، انت بتبعت يوزر نيم باسورد، مش عايز بقى حد يقدر يهاك اليوزر نيم باسورد وهو بيتباع تمام. فالحاجه دي بتتبعت انكريبشن، فانت لو عايز تبعت انكريبشن فاحنا بنختار عادي حاجه من ضمن الحاجات اللي الموجوده دي. بس انا لو عايز مور زين انكريبشن كومبلكس انكريبشن فانا عندي حاجه اسمها كيربس بس ايه؟ زي كده بالظبط تمام. بس فانا بس كيربس دي محتاجه حد يعمل لها كونفجريشن كتير. ما دام هي موجوده يبقى بتعمل ستيل، بس هي محتاجه بس اقدر ايه تتعمل لها كونفجريشن لو انا هستخدم بس ايه كيربس. هو كديفولت كونفجريشن معمول ايه انتل ام. بعد ما نخلص اقول له نكست. خلاص كده طبعا هيجيب لي دي الديفولت. طبعا نكون حافظين دي زي ما احنا اتفقنا في دوكيومنتيشن او اي حاجه، دي الحاجات الخاصه بينا تمام. اسم السيرفر داتا بيز تمام، عندكم طبعا هيكون كونتوس دي بي تمام. شير بوينت كونفيج دي اسم الداتا بيز اللي هيحصل لها كريشن وهنشوفها على الداتا بيز سيرفر تمام. ده ايه ده؟ ده اللي هيحصل له هوست ابلكيشن على الاي اي اس، بقول له يس هيحصل له هوستنج تمام. وادي الايه؟ وادي اليو ار ال بتاع السنتر ادمنستريشن. احنا اول حاجه بنفتح شير بوينت بنفتح حاجه اسمها ايه؟ سنتر ادمنستريشن. فده اليو ار ال الخاص بمين؟ بالسنتر ادمنستريشن. وانس ان انا اخلص هقول له ايه؟ نكست. طبعا الخطوه دي هتاخد تقريبا ما يقرب من 5 دقائق عشان تعمل الكونفجريشنز، فانا اوقف الدنيا كده شويه وبعدين نرجع لايه؟ لما الدنيا ايه خلاص.
لا ما هو بس الجهاز منه ماشين شغالة فتقيل شوية، هنحاول نستنى نويت شوية كده نشوف ايه اللي بيحصل. طيب وكده شغال. طيب انا دلوقتي خلاص انا عندي كونفيجريشن ايه خلصت، تمام طيب اتاكد بس كونفيجريشن سكسس، تمام هقول له ايه فينش، ساعتها بقى المفروض ان هو يفتح لي السنتر ادمنستريشن. طيب عشان برضو اتاكد ان الكونفيجريشن بتاعتي صح عقبال ما يفتح عندي سنتر ادمنستريشن، تمام لو رحت انا للماشين بتاع الداتابيز وفتحت سيكول سيرفر، الداتابيز دلوقتي كانت قديم فاضيه، دلوقتي هعمل ريفرش كده اهو كريت لي اتنين داتابيز، واحده خاصه بالسنتر ادمنستريشن وواحده خاصه بالشير بوينت كونفيجريشن فار، فالاتنين داتابيز كريتو علشان ايه، واحده للسنتر ادمنستريشن وواحده لمين للشير بوينت فار. طيب ايه تاني، برضو هروح الاقي على الاي اي اس اللي هو الخاص بالهوستنج الويب سايت بتاع السنتر ادمنستريشن، لو رحنا فتحنا الاي اس لو عملنا عنه سيرش دي على ماكينة الشيربوينت، هنروح كاريت لينا فولدر او ويب سايت اسمه سنتر ادمنستريشن في كل الكونفيجريشن بتاعت السنتر ادمنستريشن، الفايلات بتاعته موجود فين، الكونفيجريشن محفوظه فين، الاوثنتيكيشن اللي بيستخدمها، ادي هو اي اس الخاص بهوستنج الويب سايت بتاعتي، هفتح السيرفر كده لو فتحت سايت هذا على الاس بي، تمام هلاقي في عندي ايه، في عندي اهو سايت كده جديد اسمه ايه شير بوينت سنتر ادمنستريشن فيرجن 4، تمام وادي لو شفتوا بتاع براوسي وادي البورت بتاعنا 50000، تمام من هنا برضه اقدر اعمل براوس عشان يفتح لي مين الصفحه اللي احنا هنشوفها كمان شويه. هنا انا ممكن افتحه من هنا يعني ممكن اقول براوس، بس هو كده كنت لو طلع لي فينش هو يفتح لي ايه، ادي البيج بتاعت سنتر ادمنستريشن، هنويت شويه عقبال ما تفتح. طيب وانس ان سنتر ادمنستريشن عندي هتفتح، تمام هيقول لي انت عايز تشير الاكسبيرينس بتاعت مايكروسوفت بحيث ان تبعت ايميلات لو حصل اي اكسبشن ولا حاجه، وبراحتك بقى انت عايز يس اور ايه اور نو، انا هقول له نو مش عايز اعمل اي حاجه مش عايز اشير اي اكسبيرينس، اقول له اوكي. هيسألني سؤالين ظراف كده، هاو دو يو ونت تو كونفيجر يور شيب بوينت فارم، ايه اللي انت عايز تعمله كونفيجريشن في شيب بوينت فارم. اول حاجه بتعملها شير بوينت في الكونفيجريشن ان انت بتفعل مجموعه سيرفيسز، هناخد بالنا من نقطه معينه، انت عشان تفعل السيرفيس دي لو انت قلت له ستارت ذا ويزرد معنى كله ان هو يروح جاي مفعل لك كل السيرفيس على مستوى الشير بوينت، طبعا كل السيرفيس معناها ان معنى كده الشير بوينت او السيرفر بتاعك بقى ايه بقى تقيل قوي، فما تفعلش غير انت ايه غير انت عايزه. انا مش هقول له لا ستارت ويزرد، اقول له انا كانسل وانا اي سيرفيس احتاجها هروح اعمل ايه روح اعمل ليها ستارت. طب هتقولي فين السيرفيس؟ تعال نبص عليها، انا اقول له كانسل اهو. مش عايز ستارت اي ويزرد يبدا ان هو يفتح لي، طب ممكن ارجع للصفحه دي تاني عادي، ممكن نرجع للصفحه دي تاني. بس تعال نشوف السيرفيس بتاعتنا اللي انا ممكن ايه لو انا عملت ستارت ويزرد ابدا اشوف، هتلاقي ما يقرب من 25 سيرفيس. منهم سيرفيس محتاجه ما يقرب من 4 8 جرام، وانا السيرفر بتاعي دلوقتي مقوم 5 جرام. تمام؟ معنى كده اصلا السيرفر مش هيقوم، لو انا فعلت سيرفيس زي السيرش مثلا او سيرفيس زي البروفايل. طب منين اوصل دي سنتر ادمنستريشن بقى، دي بعد ما خلصت الكونفيجريشن بتاعتي دي سنتر ادمنستريشن، هناخدهم واحده واحده طول الكورس. تمام زي ابلكيشن مانجمنت هبدا ان انا كاريت من الهوب ابلكيشن والسات كولكشنز واشوف الداتابيس بتاعتهم والسيرفيسز اللي مربوطه بيهم، تمام دي واحده منهم. طيب ايه تاني، لو دخلت برضه جواها هلاقي مور ديتيلز، تمام زي مثلا تحت سيرفيس ابلكيشن في عندي حاجه اسمها مانج سيرفيس اون سيرفر، لو ضغطت عليها كده هيجي لي ليست اوف سيرفيس كل السيرفيس دي ممكن اقدر افعلها لو كنت عملت ستارت ايه شير بوينت فارم ويزارد، ايه دي كلها ايه سيرفيس.
ايه؟ انا باك تحت ابلكيشن مانجمنت تحت سيرفيس ابلكيشن، عندي حاجه اسمها مانج سيرفيس اون سيرفر. دي كلها السيرفيسز اللي ممكن استخدمها عشان اضيف اكسترا فانكشناليتي للويب ابلكيشن بتاعي. ايه؟ ايه بص، لو انت عندك، لو انت دورت كده سير فين؟ اي شير بوينت سيرفر سيرش، طبعا معمول لها ايه؟ ستوب، عشان شغالها عاملها ستارت ولسه ليها شويه كونفيجريشن، يعني مش مجرد انا عملت لها ستارت خالص. تمام؟ ودي ليها مديول معانا لوحدها. تمام؟ يعني نجيلها. فدي كلها ايه؟ سيرفيس موجوده ايه؟ عندنا زي مثلا اكسس ذا بيس سيرفيس، بيزنس كونكتيفيتي سيرفيس. تمام؟ دي كلها السيرفيس اللي ممكن ايه؟ ممكن نشتغل عليها. وهناخد برضو الموديول ازاي نعمل كونفيجر ليه؟ للسيرفيس دي. ايه؟ دي السيرفيس دي خاصه بالابلكيشنز. لا لا ما فيش اي حاجه غير السيرفيس دي اللي موجوده للويب ابلكيشنز. تمام؟ زي الفل.